أطلقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المنصة الإلكترونية الخاصة بحجز المواعيد المسبقة للمواطنين الراغبين في التخصيص على مشروع جنوب سعد العبد الله والمقيد طلباتهم حتى 31 من ديسمبر 2000 وما قبل ابتداء من يوم غد الخميس الموافق 21 من أكتوبر 2021 وذلك من خلال موقعها الإلكتروني. وذكرت المؤسسة أنها ستنشر أسماء المستحقين من المواطنين للدفعة الأولى والبالغ عددهم 128 مواطنا في الأول من ديسمبر المقبل وذلك لاستلام بطاقات القرعة والتي من المقرر أن تعقد في 12 من ديسمبر 2021. وأكدت المؤسسة أنها ستعلن لاحقا عن رفع الأولوية التاريخية للراغبين في التخصيص للسنوات التالية وذلك بشكل تدريجي مبينة ضرورة الالتزام بالنظم المعمول بها مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الصحية والضوابط الاحترازية التي دعت لها السلطات الصحية عند مراجعتها. كما ذكرت أنها ستنشر كل ما يتعلق بمشروع جنوب سعد العبد الله تباعا من خلال رسائل إعلامية عبر حساباتها الرسمية والمعتمدة على برامج التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر المستجدات المتعلقة بعملية التخصيص وإجراءات القرعة.